دول الرباعي العربي تستبق القمة العربية بالسعودية وتؤكد موقفها الثابت بضرورة تلبية قائمة المطالب 13 قبل إقامة أي علاقات مع قطر. وزير الخارجية السعودي أغلق الباب في وجه الدوحة وأكد أن الأزمة مع قطر لن تطرح على جدول القمة العربية. وزير الخارجية البحريني قال إن الهجمة الإعلامية القطرية على القمة العربية تؤكد أن قطر لا مكان ولا دور لها في القمة، وتمثيلها بأي شكل لا يخدم الأمن القومي العربي. القمة العربية تبدأ غدا الأحد، وستكون قضايا فلسطين وسوريا ومكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية على رأس جدول الأعمال.